انتم عندكم منظمه اسمها SPW وتقدمون عروض مصارعه، انتم سعوديين وهي منظمه سعوديه نفس فكره WWE ولكنها هنا راح تنطلق من الرياض وان شاء الله الى العالميه. عروضكم القادمه وين، متى، كيف؟ باذن الله احنا في صدد تدشين سلسله عروض شهريه. الاقرب ما ودي اصرح انا بالتاريخ، لكن ان شاء الله بعد عيد الاضحى بيكون في سلسله عروض. لا يكون بس زي حقت راشد هذه العيد الاضحى من 10 او اكثر سنوات هو يقول لنا عيد الاضحى. فانت تقول ان شاء الله بعد عيد الاضحى راح يكون لكم عروض شهرية، الناس تقدر تحجز تذاكر وتحضر. أيوة بإذن الله. جود ممكن تحضرين؟ هل في إمكانية أني أحضر؟ أي في إمكانية جود تحضر؟ والله في إمكانية، الله يحييكم كلكم. الله يسعدك، أنا بجي أتدرب. هي بتيجي مع السلم اللي عندنا، عندنا سلم حديدي موجود بالاستديو، تستخدمون السلم. جيبه معاك.